يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلامنا في الميديا. النهاردة حلقة هتكون مهمة جدا إن شاء الله، عندنا أخبار كتير قوي قوي بالتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر واستعداداته النهائية والأخيرة قبل ساعات من انطلاق أول مباراة للمنتخب في بطولة الأمم الأفريقية. إن شاء الله دعواتنا كلنا كمصريين للمنتخب إن شاء الله بإذن الله تبتدي بداية تكون قوية جدا وتكون دافع ليه نحو استكمال مشوار طويل نحو حصد هذا اللقب الغالي والثمين جدا بالنسبة للشعب المصري. بالتالي الحلقة النهاردة هتكون مهمة قوي، مفيش أخبار أهلي كتير هتكون معانا. ليه؟ لأن الفترة الحالية زي ما أنتم عارفين أخبار كلها متعلقة بالصفقات والانتقالات، وإحنا ردينا على الجزئية دي كتير جدا على مدار الأسبوعين اللي فاتوا بشكل مفصل، وأكيد لما هيكون في حاجة جديدة هنقول لحضراتكم عنها. كمان خلينا اقول لكم ان في الجزء الثاني من حلقه النهارده هيشرفنا ونورنا في الاستوديو استاذ شادي محمد الناقد الرياضي باخبار اليوم عشان نتكلم باستفاضه عن اخر الاستعدادات الخاصه بمنتخب مصر. كمان سؤال حلقه النهارده ومستنيين تواصلكم وتفاعلكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه، وهو بيتعلق برايك وتوقعاتك للتشكيل اللي ممكن يبتدي بيه مستر اجيري المدير الفني لمنتخب مصر في مباراه الغد ان شاء الله في بطولة الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي. هنشوف توقعاتكم للتشكيل هتكون إيه من خلال تفاعلكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة سواء فيسبوك تويتر أو إنستجرام. نروح نشوف أبرز العناوين، يلا بينا. منتخب مصر بالزي التقليدي في مواجهة زيمبابوي. الكاميروني نيان حكما لمباراة مصر وزيمبابوي. ملاعب كأس الأمم تستضيف مباريات الموسم المقبل. بيان مشترك من فيفا وكاف حول أزمة الاتحاد الأفريقي. الجبلية تعلن مد فترة القيد الأفريقي. مصر تدرس استضافة مونديال الشباب. ريال مدريد يشعل سوق الانتقالات بعرض خيالي لنيمار. طيب يعني زي ما حضراتكم تابعتوا كده ابرز العناوين كلها تتعلق بمنتخب مصر، وفي ايضا بعض العناوين المحليه وبعض العناوين العالميه، والاكيد هنستفيد في الحديث عنها على مدار حلقه اليوم من كلام في الميديا. لكن في البدايه امبارح في الحقيقه كان في زياره من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر باستاد الكليه الحربيه والتدريب المسائي لمنتخب مصر، والزياره في الحقيقه كانت مهمه جدا جدا. ليه؟ لان اسطوره من اساطير كره القدم المصريه والاهلاويه الكابتن محمود الخطيب لما بيزور معسكر المنتخب، ودي صور اللي احنا شايفينها مع حضراتكم في اللحظات دي، كابتن محمود الخطيب بجوار مهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وبيصافح كمان وليد سليمان لاعب النادي الاهلي. لكن بالتحديد خليني اتكلم عن الزياره دي، زياره اكيد مهمه جدا، وخصوصا ان الكابتن محمود الخطيب كمان تم اختياره من قبل الكاف كسفير لبطوله الامم الافريقيه 2019، وتم دعوته من قبل الكاف لحضور حفل الافتتاح او مباراه الافتتاحيه وايضا المباراه الختاميه للبطوله. لكن زياره بشانها رفع الروح المعنويه ومؤازره لاعبي المنتخب الوطني قبل بطوله قويه ومهمه جدا زي دي، وبطوله كمان في توقيت مهم قوي قوي للمصريين، وبطوله على ارضك وسط جماهيرك، فبالتالي انت مطالب جدا انك تفوز بهذا اللقب. فبصراحه فكره كانت اكثر من رائعه من نجم كبير واسطوره كبيره للكره المصريه وهو كابتن محمود الخطيب ان هو يروح امبارح يزور معسكر المنتخب، واكيد كان ليه كلمات ويعني امور كتير قدر ان هو يوصلها لاعبي المنتخب عشان ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجماهير والشعب المصري بالكامل. فاكيد زياره كانت مهمه جدا، بالتحديد كانت في اثناء المران المسائي المنتخب الوطني والمران الرئيسي كمان استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله امام زيمبابوي. هذه المباراه الهامه جدا ومطلوب بكل تاكيد بدايه تكون قويه قوي قوي من منتخب مصر عشان ان شاء الله يكونوا موفقين في باقي مشوار البطوله. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي ما فيش اخبار كتير متعلقه بالنادي الاهلي خلال الفتره دي، ليه؟ لان التركيز خلاص كله من قبل كل الانديه المصريه ومن قبل كل الجماهير المصريه على بطوله الامم الافريقيه. لكن لما هتيجي تدور كده في الصحف والمواقع على النادي الاهلي كالعاده هتلاقي فيما يتعلق بالصفقات، والموضوع ده احنا اتكلمنا فيه كتير جدا مرارا وتكرارا على مدار الحلقات السابقه، فبالتالي هي كلها اجتهادات، كلها اخبار بشانها ان كل واحد بيحاول يجتهد يقول اللاعب الفلاني ممكن يروح النادي الاهلي، اللاعب العلاني ممكن يمشي من النادي الاهلي. لكن اللي عايزين نتكلم فيه بالتحديد وهو
لما تيجي تبص كده هتلاقي ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد في ال 18 نادي في مصر اللي بيتم تداول اخبار بخصوص الصفقات الخاصه بيه. ليه؟ لقيمه النادي الاهلي، وليه دايما النادي الاهلي بيبقى عايز يستعد بمنتهى القوه للموسم الجديد، ودايما النادي الاهلي بيسعى وراء اللاعبين المهمين جدا، فبالتالي من هنا تيجي هذه الاخبار. لكن اللي احنا ناكد لحضراتكم عليه ان لما هيكون في خبر اكيد ومؤكد هنعلنه على طول لحضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ده فيما يخص النادي الاهلي وفيما يخص اخباره اللي هي في الفتره الحاليه كلها فعلا، لان هو ده طبيعي الفتره دي كلها فتره سوء الانتقالات في العالم كله مش في مصر بس، في مصر بس بيبقى التركيز اكبر على النادي الاهلي. فاحنا مش هناخد هذه الاخبار خلاص خلال الفتره دي، لان احنا خلاص شرحنا لحضراتكم كل الامور المتعلقه بالصفقات، ولما يكون في جديد اكيد هنعلنه لحضراتكم. كمان احنا هنركز اكتر على اخبار المنتخب. ليه؟ لان خلاص البطوله بكره وكلنا بنآزر وبنشجع منتخب مصر في بطوله الأمم الأفريقية، فبالتالي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في تحضيراته الموسم الجديد، وفي المقابل كمان نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في تحضيراته وبداياته في بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله 2019 بمصر. ساعات قليلة جدا وتنطلق أول مباراة للمنتخب إن شاء الله أمام زيمبابوي، بالتالي كله على هبة الاستعداد، كله مترقب البداية هتكون شكلها عامل إزاي، كمان كله مترقب شكل استاد القاهرة، لان في الحقيقه بنشوف لقطات رائعه جدا. وانا كنت على مدار الحلقات اللي فاتت كمان حلقه من الحلقات جبنا صور حديثه لاستاد القاهره، لكن كمان اللي متاكدين منه ان احنا هنشوف مظهر جيد جدا بكره، هنشوف حاجه هتفرحنا باذن الله باذن الله، لان ده واضح ومبشر جدا من خلال الصور القليله اللي شفناها. كمان هنشوف حفل افتتاح مميز جدا. ايه الاهم بقى؟ كره القدم والمنتخب والناحيه الفنيه وكل الكلام ده، لازم نركز على مؤازرة المنتخب. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ لان على مدار الساعات القليله الماضيه على السوشيال ميديا كده وبعض الاخبار وبعض المشجعين للانديه والمنتمين لبعض الانديه المصريه سواء اهلي او زمالك او اي نادي مصري يقول لك ايه، لا انا مش هشجع اتحاد الكوره او مش هشجع منتخب مصر عشان اتحاد الكوره انا مش حابه ومش حابب مثلا المهندس هاني ابو ريده، مع كل احترام وتقدير ليه ممكن واحد يقول لك كده، لا يا حبيبي مش وقته خالص، مش وقته خالص، لو بتحبش شخص معين في اتحاد الكوره فبالتالي مش هتشجع منتخب مصر، ايه المنطق ده يعني؟ ازاي؟ فين وطنيتك؟ فين يا اخي؟ لما ده الواحد لما بيسمع اغنيه وطنيه جسمك بيقشعر يعني. فلازم تشجع المنتخب وتآزر المنتخب بمنتهى القوه، انسى خالص انتمائك دلوقتي، انسى خالص انت بتشجع مين، انسى اللعيبه مين اللي بيلعبوا في منتخب مصر، اهلي زمالك بيراميدز اي حد اسماعيلي محترفين، كلنا وراهم، كلنا ورا كل هؤلاء اللاعبين، اهلاوي زملكاوي اي حد في المنتخب وجهاز المنتخب لازم نسانده. فانت قبل ساعات اهو من بدايه بطوله الامم الافريقيه لازم يكون ليك دور في مسانده منتخب مصر. ممكن يكون ليك بعض الانتقادات المعينه على اشخاص معينين مثلا، وممكن تكون صحيح في انتقادك وممكن تكون غلط كمان في انتقادك، ده عادي، لكن الاهم ان انت تكون موضوعي، والاهم ان انت تكون وطني في الفتره دي بالتحديد. انت طبيعي ان انت اصلا وطني طول عمرك يعني، لازم الفترة دي بالتحديد عندك منتخب مصر بيلعب بطولة الأمم الأفريقية وكلنا ورا المنتخب عشان يحقق لنا اللقب ده، فلازم يكون في حس وطني شوية، ولازم تنسى انتمائك خالص دلوقتي، لازم، لأن كلنا هنتفرج على المنتخب وكلنا هنشجع المنتخب وكلنا هنروح الاستادات عشان نشجع منتخب مصر، والمنتخب في الحقيقة مش هيقدر يحقق بطولة الأمم الأفريقية من غير مساندة الجميع، إعلام، جماهير، مسؤولين، كل هؤلاء لازم يكونوا بيساندوا المنتخب بمنتهى القوة، لان هدفك انك تفرح بفوز المنتخب بطوله الامم الافريقيه. وفي الحقيقه زياره الكابتن محمود الخطيب امبارح دليل على الكلام ده، قيمه وقامه كبيره جدا في الكره المصريه، سواء كرئيس نادي الاهلي، سواء كمدير كره سابق في النادي الاهلي، سواء كلاعب اسطوري في تاريخ النادي الاهلي وفي منتخب مصر كمان وهو اسطوره مصريه، فبالتالي ده اكبر دليل ان الكابتن محمود الخطيب يروح يآزر المنتخب، ان خلاص انت دلوقتي انسى بقى انتمائك الاهلاوي وانسى انتمائك الزملكاوي وانسى انتمائك الاسماعيلاوي، اي حد انسى خلاص الكلام ده، وركز جدا في كيفيه مسانده منتخب مصر، ركز جدا في كيفيه مسانده الجهاز الفني للمنتخب، ركز جدا في كيفيه مسانده اللجنه المنظمه، المسؤولين في اتحاد الكوره، كل الاشخاص احنا بنحبهم وبنحترمهم وبنقدرهم جدا. دورنا ايه الفتره دي؟ دورنا ايه خلال الشهر الجاي ده؟ هو المسانده بس، المسانده، كل المسانده لمنتخب مصر، والدعوات، كل الدعوات باذن الله بفوز منتخب مصر ببطوله الامم الافريقيه، واملنا كبير جدا في لعيبتنا وفي جهازنا الفني للمنتخب، وان شاء الله هنشوف بطوله اكثر من رائعه، سواء من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الجماليه للبطوله، لان ملاعب انا بقول لكم اهو ملاعب هتشوفوا حاجات جامده جدا ما شفتوهاش قبل كده في مصر.
اللي شفتوه في 2006 ده حاجه، واللي هتشوفوه بدايه من بكره حاجه تانية خالص احلى بكتير جدا. كنا فرحانين قوي ببطوله 2006 امم افريقيا 2006، وكان منظر جميل قوي بصراحه وجماهير، وكانت حاجه حلوه قوي. اللي انت شفته في 2006 ده هتشوف احسن منه بكتير مع بدايه بطوله الامم الافريقيه، سواء حفل الافتتاح هيبقى رائع، شكل الملاعب هيبقى اكثر من رائع، المستويات الفنيه بالتالي هتكون رائعه جدا. ليه؟ لان الارضيات بتاعت الملاعب كلها مهيئه جدا جدا وعلى اعلى مستوى بما يوازي الملاعب الاوروبيه، فبالتالي هتلاقي مستويات فنيه عاليه جدا من اللاعبين في كل المنتخبات، فبالتالي هتتمتع ان شاء الله من الناحيه الفنيه ببطوله الامم الافريقيه. مستنيين باذن الله هذه البطوله، وكمان الاهم بالنسبه لنا مستنيين جدا جدا فوز المنتخب المصري بهذا اللقب، وكل الدعوات ان شاء الله للمنتخب في حصد اللقب الثامن في تاريخه في بطولات الامم الافريقيه. نبتدي بقى اخبارنا ونروح نشوف اخبار الكان في الصحف ايه، يلا بينا. الاخبار المسائي، اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه: سنبهر العالم ببطولة يتحدث عنها التاريخ. زيارة الرئيس أهم المحفزات للمنتخب، وتتويج باللقب هديتنا للجماهير. الجماهير روح البطولة ولا مجال للأخطاء. المصري اليوم: استاد الرعب جاهز الافتتاح النسخة الـ 32 للكان. الجمهورية: كل الناس بتقول يا رب، افريقيا تترقب افتتاح كأس الأمم غدا. الأهرام: 24 ساعة على ضربة البداية للمونديال الأفريقي، أجري نحترم قوة المحاربين والفوز شعارنا من الثانية الأولى. روزا اليوسف: المراجعة النهائية، المنتخب جاهز لامتحان زيمبابوي، أجري يضع اللمسات الأخيرة على الخطة واستقر على التشكيل. الأخبار: أجري نفسي أفرح المصريين، حسمت اختيار حارس المرمى لكن مش هقول عليه. الدستور الإخطبوط محمد الشناوي: من واجه سواريز وكافاني لا يخشى المهاجمين الأفارقة. الأخبار المسائي: المراجعة الأخيرة، المنتخب ينهي استعداداته لزيمبابوي وجلسات تحفيزيه للاعبين. الاهرام: كيف سنلعب امام زيمبابوي؟ خطه 4 2 3 1 التقليديه لن تفيد، وتخليص تريزيجيه من اطماع التهديف ضروره. هل ينتبه اجيري لمقوله تشيز زامبوا بان المحاربين سيلعبون مثل البرازيل؟ الاخبار المسائي: المحمدي هدفنا اللقب وصلاح مصدر القوة. الشروق: مدرب زيمبابوي: لا استبعد تحقيق المفاجأة أمام مصر، قائد المنتخب لن نركز على صلاح فقط وإلا سنخسر، ونتدرب على أجواء رائعة. المصري اليوم: 16 مدربا أجنبيا عانقوا لقب أمم أفريقيا، أرقام تاريخية لجولوريا ورينارد، وتاتيكوس أول أجنبي يتوج باللكان، وشحاتة وجيفاني والجهري وكيشي الأنجح وطنيا. الوطن: صراع الملاعب الأوروبية ينتقل للمحروسة على يد نخبة القارة السمراء. اليوم السابع: مصر مسرح أحلام نجوم القارة السمراء، صلاح يحلم بأول ألقابه الدولية، محرز قائد طموحات الجزائر، ماني يبحث عن مجد السنغال، زياش مايسترو العرب، بيبي موهبة كوت ديفوار، تريزيجيه دينامو الفراعنة، وبونجاح قناص الخضر. الأخبار: السيسي وعبد الناصر وأهداف لصالح الأمم الأفريقية، قصة بطولة ولدت في فندق بالبرتغال، وحملت مصر شهادة ميلادها وأرقامها القياسية. طيب، زي ما حضراتكم تابعتوا كده اخبار كتيره جدا في الصحف في الحقيقه، اخبار وعناوين كتيره قوي بخصوص بطوله الامم الافريقيه واخبار بعض المنتخبات، وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول. خلينا نبتدي بالاخبار المسائي، واللي بيقول
تصريح على لسان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللي قال إن إحنا هنبهر العالم ببطولة هيتحدث عنها التاريخ، وده اللي إحنا بنأمل فيه في الحقيقة، وده اللي إحنا واثقين جدا إن هو بإذن الله هيتحقق من خلال بطولة الأمم الأفريقية. كمان اتكلم على إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدت دافع كبير جدا للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وإحدى المحفزات القوية لمنتخب مصر، وده شيء أكيد مفروغ منه لما يكون أعلى حد في الدولة وأعلى مسؤول في الدولة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رايح يزور منتخب مصر ورايح يشد من أزر اللاعبين ويحمسهم لبطولة الأمم الأفريقية، فبالتالي مفيش أحسن من كده دافع معنوي قوي جدا بالنسبة للاعبي المنتخب قبل بطولة الأمم الأفريقية. كمان تطرق الدكتور أشرف صبحي إن التتويج باللقب دي الهدية اللي هيتم إهدائها للجماهير المصرية المنتظرة هذا اللقب بفارغ الصبر. كمان من ضمن كلماته الهامه جدا قال الجمهور هيكون له دور كبير جدا في فوز المنتخب ببطوله الامم الافريقيه، وهيكون احد العناصر المؤثره جدا والاساسيه جدا في فوز المنتخب بهذه البطوله، وده شيء اكيد طبعا مفروغ منه لان احنا شفنا دور جمهور منتخب مصر سواء في بطوله الامم الافريقيه 2006 وبعض المحافل الدوليه الكبيره، يعني دايما بيكون لهم دور كبير جدا في تحقيق اي لقب مهم جدا لمصر او للانديه المصريه بشكل عام، فبالتالي اكيد منتظرين دور قوي جدا من الجمهور. كمان تطرق لجزئيه مهمه قوي ان مفيش اي مجال للاخطاء بالتحديد من ناحيه تنظيميه، وارد ان يكون في بعض الاخطاء البسيطه جدا، الاخطاء البسيطه دي مش هتاخد بالك منها لو الاساسيات في التنظيم كانت بشكل مميز وبشكل رائع، هتلاقي الاخطاء البسيطه دي مش هتبان، وكمان لما المنتخب باذن الله ياخد بطوله الامم الافريقيه فهتلاقي اصلا ايه مش هتذكر اي اخطاء حصلت في التنظيم، هي ورده بس باذن الله هيتم تفاديها بشكل كبير جدا، وعندنا ثقه كبيره جدا جدا في كل المسؤولين في الكره المصريه وفي اللجنه المنظمه للبطوله وكل المسؤولين عن البطوله في مصر ان هم ان شاء الله هينجحوا نجاح ساحق في تنظيم بطوله مهمه جدا زي بطوله الامم الافريقيه. المصري اليوم بتقول ان استاد الرعب جاهز لافتتاح النسخه رقم 32 لبطوله الامم الافريقيه، وفي الحقيقه استاد القاهره الدولي وحشنا جدا جدا جدا. دي صوره يعني بالمناسبه في جريده المصري اليوم ل يعني جزء او منظر من المناظر اللي ممكن نشوفها في افتتاح البطوله ان شاء الله. لكن استاد القاهره بقى لنا كتير قوي قوي ما بنشوفش ماتشات عليه من زمان، يعني دايما يقول لك استاد مغلق للتحديثات والتجديد والصيانه والكلام من ده، لكن في الحقيقه واضح جدا ان احنا هنشوف حاجه جامده قوي بكره باذن الله. يعني واضح جدا ان استاد القاهره هنتمتع بيه زي ما كنا دايما بنتمتع من خلال المباريات على استاد القاهره، كمان لما يكون في ابهى صوره بكره ان شاء الله فهتتمتع اكتر، وان شاء الله باذن الله نشوف بدايه لبطوله قويه جدا ومهمه جدا. الاهم يكون البدايه كويسه لمنتخب مصر، لكن الاهم كمان يكون الشكل حضاري، وده اللي احنا متوقعينه بشكل كبير جدا. استاد القاهره الدولي يعتبر معلم من معالم مصر بشكل عام، ليه؟ لان دايما معروف ان هذا الاستاد بيلقب باستاد الموت او استاد الرعب، اي فريق بيجي يلعب في استاد القاهره بيبقى الموضوع بالنسبه له صعب قوي ان هو يكسب، سواء فريق في القاره بيلعب انديه الاهلي او الزمالك او منتخب في القاره بيلعب منتخب مصر، فبالتالي كنا مفتقدينه جدا، كنا بنلعب دايما في برج العرب مسافات بعيده عن الجماهير، تلاقي البعض راح والبعض ما راحش، اجهاد على اللاعبين، الاستاد نفسه مش بنفس الهيبه بتاعت استاد القاهره الدولي، فطبعا استاد القاهره الدولي وحشنا جدا وجاهز ان شاء الله باذن الله جاهزيه تامه لبطوله الامم الافريقيه بكره ان شاء الله، وهيكون في ابهى صوره كمان، وده شيء مهم جدا ومتاكدين منه ان شاء الله. الجمهوريه بتقول ان كل الناس بتقول يا رب، وان شاء الله كلنا بنقول يا رب ان المنتخب يكون موفق في هذه البطوله وان كمان يكون في تنظيم اكثر من رؤى. افريقيا تترقب افتتاح كاس الامم غدا، خلينا اقول لحضراتكم ان في سعاده كبيره جدا عند كل الدول في افريقيا ان مصر هي اللي هتنظم البطوله، ليه؟ لان دايما التنظيم في مصر بيكون اكثر من رائع والملاعب في مصر بتكون اكثر من رائعه، لما تيجي كده تقارن ما بين البطوله دي ان شاء الله لما تبتدي وتقارن ما بين بطولة 2017 اللي كانت في الجابون، لا كانت حاجة صعبة قوي في الحقيقة، الملاعب كانت سيئة جدا، كل الجوانب التنظيمية كمان كان في بعضها سيء جدا، فبالتالي ما كانتش بطولة كويسة سواء من ناحية التنظيمية أو حتى كمان من الناحية الفنية، بالعكس ده كان في إصابات كتير جدا لاعبين كتير جدا في منتخبات مختلفة، كان أبرزهم كمان مروان محسن لاعب النادي الأهلي منتخب مصر اللي جاله رباط صليبي في هذا التوقيت، فبالتالي ان شاء الله بيبقى في فرحه كبيره جدا وسعاده وترقب من كل القاره السمراء بشان البطوله اللي بتنظمها دايما مصر، فان شاء الله يكونوا او البطوله تكون عند حسن ظن كل الجماهير المصريه. الاهرام بتقول
جماهير الافريقيه كمان بشكل عام طبعا. نهران بتقول ان 24 ساعه على ضربه البدايه للمونديال الافريقي. الجري نحترم قوه المحاربين والفوز شعارنا من الثانيه الاولى. وده شيء طبعا يعني اكيد ده اللي احنا محتاجينه. وباذن الله يكون تشكيل مناسب. واحنا بالمناسبه احنا في سؤال مستنيين تفاعلكم عليه من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه، وهو فيما يخص تشكيل منتخب مصر توقعاتك ليه. لكن شعار الفوز ده ما فيش تنازل عنه. انت دلوقتي بتلعب البطوله على ارضك وسط جماهيرك، ما فيش مباراه ينفع تخسرها يعني، ما ينفعش خلاص. انت مطالب بس بالفوز باللقب، وده اللي باذن الله مستنيينه من منتخب مصر. في نفس الوقت مستر أجيري بيحترم منتخب زيمبابوي، وده اكيد لازم تحترم كل المنتخبات. وهو في الحقيقه منتخب قوي بيضم عناصر مميزه جدا في الحقيقه، فبالتالي هتشوف منتخب قوي وهتشوف مباراه قويه. والاهم ان شاء الله ان احنا نكون قادرين على تجاوز حمى البدايه، انك تكسب في اول ماتش بنتيجه كويسه. هو المهم انك تكسب في الحقيقه، لكن لما تكون نتيجه واداء كويس انت خلاص بتدي رساله قويه جدا لكل المنافسين معاك على اللقب. روزال يوسف بتتكلم خلاص المراجعه النهائيه بقى على نفس طريقه الدراسه مثلا او الثانويه العامه، يعني الناس خلاص دلوقتي ناس ثلاث ساعات على البطوله، فبتراجع نهائيا سواء على التشكيل او على خطه اللعب. منتخب جاهز لامتحان زيمبابوي، أجيري يضع اللمسات الاخيره على الخطه ويستقر على التشكيل. وده الكلام اللي اكيد كنا بنقوله لحضراتكم، ان أجيري، وعلى فكره في ثقه كبيره جدا في مستر أجيري في قياده المنتخب ان شاء الله باذن الله نحو تحقيق هذا اللقب. طبعا عشان نقرب الصوره بشكل اكبر، خلينا نستقبل على الهاتف طبعا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع. يا استاذ محمد مساء الفل عليك. مرحب بيك يا امير، ودايما كالعاده متالق كده وقناه الاهلي. ربنا يخليك يا ابو احمد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا كابتن. الله طمنا على كل الاستعدادات الخاصه بمنتخب مصر قبل ساعات قليله جدا جدا من انطلاق بطوله الامم الافريقيه غدا ان شاء الله، واول مباراه امام زيمبابوي. الكواليس ماشيه ازاي؟ برنامج المنتخب من دلوقتي لحد موعد المباراه هيكون ايه؟ يعني هو طبعا اول حاجه المنتخب هيتواجد في استاد القاهره الساعه 8 النهارده بالليل. هيتفقد بس ارضيه الملعب كده، واللعيبه تمشي على ارضيه الملعب ويشوفوا الملعب. طبعا يعني الاحتفال الافتتاح والانتهاء من ارضيه الاستاد والحاجات دي كانت منعت المنتخب يتواجد الفتره اللي فاتت او يتدرب في استاد القاهره. ونفس الامر طبعا لمنتخب زيمبابوي، اللي هو طبعا لوائح بتنص ان هو اي منتخب لازم يخط تدريب رئيسي على الملعب اللي هيلعب عليه المباراه. لكن ظروف حفل الافتتاح طبعا منعت ده، والمنتخبين متفاهمين الموقف، وخلاص كل منتخب بيتدرب على ملعب معين. زيمبابوي بيتدرب على استاد الحديد، ومنتخب مصر بيتدرب على استاد الكليه الحربيه، وخد تدريب امبارح. النهارده تدريب رئيسي برده بعد ذلك استاد القاهره الساعه 10. المنتخب هيبقى موجود في استاد القاهره امير الساعه 8، يتفقد ارض الملعب ويشوفوا ارضيه الملعب ويشوفوا الاجواء بتاع الملعب ازاي، ياخدوا حساسيه الارضيه قبل ماتش بكره. بعدها يبقى التدريب الختامي والرئيسي الساعه 10 في استاد الكليه الحربيه، ويعني وخلاص. ده بالنسبه لليوم النهارده. بكره طبعا المنتخب هيتحرك حوالي 7:30 او 7 من فندق في احد الفنادق القريبه من المطار، مطار القاهره. وهيتواجد في استاد القاهره حوالي الساعه 8:00 وهيتدربوا، مش هيتدربوا في ارضيه الملعب عشان حفل الافتتاح، هيتدربوا في جزء معين كده هيتدربوا فيه. وان شاء الله خلاص يعني خلاص قبل 24 ساعه. ونفس الامر برضه في زيمبابوي، هيتواجد برضه حوالي الساعه 8 في استاد القاهره. ان شاء الله نتمنى تبقى ضربه بدايه وموفقه كده للمنتخب باذن الله، ونحقق 3 نقاط. ماتش مهم وماتش صعب طبعا، ضربه البدايه في اي بطوله اكيد تحديدا لصاحب الارض او الفريق بتبقى مهمه. وزي ما قلت امبارح برضه امير، شفنا 4 منتخبات كلهم بيلعبوا لك احنا هنطلع اول او ثاني، بنتنافس على المركز الاول والثاني، بتنافس على المركز الثالث. فده هيدي للمجموعه قوه، وده بيؤكد ان المجموعه صعبه، مش مجموعه سهله زي ما الناس فاكره. فيها منتخبين هيبقوا منتخبين يعني بالمعنى القروي مرشحين في الكوره، اوغندا وكونغو تحديدا وزيمبابوي، الثلاث يعني ثلاث منتخبات هيبقوا بالمعنى القروي مرشحين. ان شاء الله نقدر نحقق فوز، وان شاء الله نتخطى اول مباراه. وبالنسبه للتشكيل بقى امير، ده اللي عايز اسالك عنه، لان ده سؤال الشارع المصري في اللحظات دي، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بحراسه المرمى. الاقرب مين في حراسه المرمى، والتشكيل الاقرب ممكن يكون ايه؟ يعني هو قبل ماتش غينيا كان احمد الشناوي الحارس رقم 1 لمنتخب مصر. تمام. لكن بعد ماتش غينيا والمستوى اللي ظهر بيه محمد الشناوي، وان الراجل الاجيري تحديدا مقتنع جدا بمحمد الشناوي. كويس. محمد الشناوي. المنافسه كانت صعبه طبعا، الاثنين حارسين مميزين طبعا، وكل واحد عنده خبره دوليه. لكن
المؤشرات الاوليه اقول الاقرب محمد الشناوي يبقى حارس مرمى منتخب مصر بكره في ماتش زيمبابوي. ماتش زيمبابوي طبعا محمد الشناوي حارس منتخب كاس العالم فده بالظبط بيديله افضليه. بيديله افضليه وهو الحارس الاساسي في المنتخب في السنه الاخيره تحديدا مع سته اكتوبر. ده طبعا مديله افضليه على حساب احمد الشناوي. باقي المراكز خلاص بالنسبه خلاص يعني اعتمدت يعني ايمن اشرف في ظهير ايسر بعد منافسه قويه جدا من احمد ايمن منصور. تمام. لكن خبره ايمن اشرف امير هي طبعا كانت فيها برضه في الافضليه وان هو عنده بيعرف يوازن بين الدفاع والهجوم. نفس الامر برضو يعني خلاص احمد حجازي وباهر المحمدي باهر محمدي مش محمود علاء. باهر الاقرب عنده هو الاقوى خلاص يعني هو كان منافسه قويه جدا من محمود علاء برضو اكيد اكيد. احمدي طبعا حاجز مكانه في الجبهه اليمنى. النني وطارق حامد برضو في نفس الامر. تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح. مروان محسن هيقود هجوم المنتخب. في ثلاث بقى واربع لعيبه دول هيبقى فيهم معظمهم هيبقى فيهم التغييرات يعني دونجا طبعا هيبقى ليه مكان ووليد سليمان برضو من العناصر الاساسيه موجوده. عمرو ورده طبعا. عمر جابر احمد حسن فوق يعني التغييرات في الماتشات غالبا هتبقى في المراكز الخمس او سته اسماء دول. طيب بالتحديد يا محمد عايز اسالك فيما يتعلق بمحيط استاد القاهره والاستعدادات لاستقبال الجماهير الكتير ان شاء الله هتحضر هذه المباراه وكمان مواعيد دخول الجماهير هتبتدي من امتى لحد امتى موعد الافتتاح هيكون امتى ان شاء الله كل الكواليس دي قول لنا عليها ممكن تكون ازاي. يعني هو في تسهيلات يعني الاستاد في تسهيلات وفي كويس. كذا يعني كذا مكان بيدخل منه الجماهير مش مكان واحد. حلو. التذكرتي او كذا والاجهزه الجديده دي هتسهل مهمه الدخول بسرعه. الاستاد هيبقى مفتوح من بعد الظهر لغايه الساعه 8 تحديدا. الاستاد هيقفل عشان حفل الافتتاح. هيقفل الساعه 8 من 6 8 عشان لا 8 قبل حفل الافتتاح هيكون قافل مش هيدخل حتى. تمام اوكي. عشان حفل الافتتاح هو السبب ان هو حفل الافتتاح زي ما احنا عارفين هتيجي 8:30. في تسهيلات امنيه امير قدام الاستاد. في ممنوعات نزلت على المواقع دلوقتي او نشرات نزلت على المواقع دلوقتي ازازات الميه ازازات الكنز الشواحن الباور بانك الحاجات اللي هي الامنيه دي ممنوعه في اول ماتش الافتتاح. يعني اعتقد خلاص ان الجماهير عندها وعي تحديدا مع المنتخب ازاي بيتعاملوا باسلوب كويس ما بقاش فيه طبعا الماتش هيتابعوا كل دول العالم هيبقى فيه حاضر رؤساء دول وبعض نجوم الكره الافريقيه والعالميه طبعا شفنا حفل القرعه تحديدا اكثر من 1,200,000,000 كانوا يشاهدوا الحفله يا امير. فبكره ماتش الافتتاح متوقع اكثر من كده وان شاء الله يعني خلاص نتمناها ان شاء الله تبقى وزي ما الافارقه يعني حتى الكلام معاهم احنا بيبقى فرحانين واحنا جايين مصر اي بطوله بتنظمها مصر متاكدين ان البطوله بتخرج بصوره كويسه. ده اللي احنا اكدنا عليه. فده باذن الله بكره ان شاء الله يبقى حاجه كويسه كده وان شاء الله الاستاد يبقى يعني الاستاد انا متاكد ان الاستاد هيتملي قبل الميعاد المحدد لتغلق الابواب وان شاء الله يبقى بدايه كويسه. ان شاء الله باذن الله. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع وقال لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بمباراه الغد وكمان فيما يتعلق بمنتخب مصر واستعداداته وبرنامجه قبل مباراه بكره ان شاء الله وكمان التشكيل اللي اتكلمنا فيه. فبالتالي خليني اعيد على حضراتكم التشكيل الاقرب لمنتخب مصر طبقا للمعلومات اللي وصلت لنا وطبقا كمان للكلام اللي قاله الزميل العزيز استاذ محمد مراد. محمد الشناوي هيكون في حراسه المرمى، خط الدفاع هيكون ايمن اشرف كظهير ايسر، احمد المحمدي كظهير ايمن، اثنين مساكين احمد حجازي وباهر المحمدي، اثنين في نص الملعب محمد النني وطارق حامد، وامامهم ثلاثي تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، والمهاجم الوحيد هيكون مروان محسن. ده التشكيل الاقرب لمنتخب مصر في أول مباراة ليه ومستهل مشواره في بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله. طيب من ضمن الأخبار كمان اللي احنا عايزين نعلق عليها وهي بالتحديد من جريدة الأخبار وتصريح لمستر أجيري بيقول نفسي أفرح المصريين واحنا كمان نفسنا مستر أجيري طبعا تفرحنا جدا نفسنا ناخد البطولة إن شاء الله. وقال إن هو حسم اختيار حارس المرمى لكن مش هيقول عليه. مش عارف ليه احنا عندنا هنا في مصر دايما لازم نسيب حاجات كده للآخر. ما لازم تعلن لازم تقول عرف الناس خلاص انت اكيد استقريت على الحارس اللي هيلعب زي ما قلنا حضراتكم الاقرب خلاص محمد الشناوي خلاص الموضوع اتعرف ومعروف. لكن التكتم دايما عندنا هنا ليه مش عارف. كل منتخبات في افريقيا
كل منتخب وكل الجماهير في افريقيا عارفه المنتخب بتاعها هيلعب بأني حارس مرمى، خلاص الموضوع بيبقى معروف. لكن مش عارف ليه احنا عندنا بالذات اللي دايما بنأجل الاخبار دي او القرارات دي لحد اخر لحظه، ما نعرفش بس من غير من التشكيل. لا عادي لما تعلن الحارس الاساسي منتخب مصر عادي، بالعكس انت تدي له دافع كمان قوي جدا لما خلاص الجماهير كلها تعرف مثلا سيد محمد شناوي هو اللي هيلعب، بتدي له ثقه كبيره جدا، فبالتالي ده بيبقى شيء مهم. لكن انا مستغرب بصراحه من الجزئيه دي، لكن ايا كان هو أدرى بقراراته، هو أدرى بإعلانه في التوقيت المناسب عن قراراته، وهو حر. لكن المهم بالنسبة لنا هو الفوز في أي ماتش إن شاء الله هيخوضه المنتخب. الدستور وتصريح عن محمد الشناوي، وده اللي كاتبين عليه طبعا هو الأخطبوط محمد الشناوي. في الحقيقة هو حارس مميز جدا، حتى لو بيمر بعض الفترات اللي ممكن ما يكونش سيء أو ما يكونش جيد فيها، ودي حقيقة بصراحة، يعني في بعض الفترات ما كانش موفق فيها بشكل كبير، لكن دايما بتيجي فترات كده على حراس المرمى بشأن مستواهم. لكن هو عنده الشخصية القوية جدا، عنده الإمكانيات الفنية العالية جدا اللي إن شاء الله بإذن الله تساعده إن هو يكون أحد العناصر الأساسية في تتويج مصر بالبطولة. هو الشناوي بيقول إيه؟ بيقول أنا واجهت سواريز وكافاني، فبالتالي مش هخشى المهاجمين الأفارقة. هو يعني على حد تعبيره إن هو شاف وواجه أحسن اثنين مهاجمين في العالم، فعلا عندك سواريز وكافاني اثنين ما بيهزروش يعني، وتألق أمامهم بشكل كبير جدا، وخد كمان نجم المباراة لو تفتكروا في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في كأس العالم 2018 كانت أمام أوروجواي. فالراجل خلاص عنده ثقة كبيرة جدا، شاف وواجه أقوى اثنين مهاجمين في العالم، فطبيعي جدا إن هو ما يكونش قلقان من أي مهاجم في القارة الأفريقية. أكيد نتمنى له كل التوفيق الشناوي كمان. وبيقول أيضا إن هو أو شايف بطولة الأمم الأفريقية هتكون أقوى وأشرس بطولة النسخة دي بالتحديد، وقال إن احنا مستعدين ليها بشكل قوي جدا جدا كمنتخب مصر. إن شاء الله كل الدعوات ليك يا شناوي أنت وزمايلك في تحقيق هذا اللقب إن شاء الله. طيب الأهرام بتتكلم على الخطة الخاصة بمنتخب مصر، وبتقول إزاي هيلعب منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي المباراة الأولى. من وجهة نظر الكاتب هذا الخبر في جريدة الأهرام، بيقول إن طريقة 4-2-3-1 مش هتكون مناسبة لمنتخب مصر، ودي طريقة تقليدية شوية وممكن تكون مقرية بشكل كبير جدا لعدد كبير من المنتخبات، فلازم يكون في تغيير نوعا ما في طريقة اللعب. كمان بيتطرق لجزئية تريزيجيه، وإن تريزيجيه ممكن ساعات بيبقى طماع عايز يجيب أهداف، ولازم ان هو يتخلص من هذه العاده، ولازم يتخلص من التفكير في احراز الاهداف، ولازم يكون هدفه الاساسي هو مساعده المنتخب. يعني كلها امور واجتهادات وتوقعات بتخص الصحفيين مثلا او الجرايد بشكل عام، وبيتكلموا في الانسب والمصلحه ايه؟ المصلحه ان هم بيحاولوا يوجهوا المنتخب للافضل والاصلح ليهم عشان يفوزوا بالبطوله او يفوزوا باول مباراه يعني بالتحديد. وكمان بينبهوا المنتخب ان منتخب المحاربين ده يشبه المنتخب البرازيلي في الاداء وطريقه اللعب، طبعا مع الفارق الكبير اكيد، لكن يعني ملقبينهم ببرازيل افريقيا. ان شاء الله اكيد نتمنى ان الامور تسير بالشكل المطلوب لمنتخبنا الوطني المصري دون اي عوائق ودون اي صعوبات. وارد جدا ان انت تشوف صعوبات في طريقك، لكن المهم ان انت ازاي تقدر تتغلب عليها، وازاي تقدر ما تتخلاش عن هدفك الاساسي اللي قدام عينيك اللي انت دايما بتسعى ليه، واللي بيتمثل مع منتخب مصر في ايه؟ في احراز اللقب ان شاء الله. اخبار الكان بقى في المواقع كانت ايه؟ خلينا نروح نشوف. الوطن سبورت، مصر بالفانيلا الحمراء في افتتاح امم افريقيا وزيمبابوي بالاصفر. فيتو الكاميروني اليوم نيانت حكما لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا. الفجر مروان يعلق على الانتقادات الموجهة له ويوجه رسالة للجمهور. كورة هاني رمزي محظوظون بصلاة في أمان. اليوم السابع رئيس الكاف يشكر الرئيس السيسي على الالتزام بوعده في تنظيم الكان خلال 5 أشهر. في الجول حراسة خاصة لرياض محرز. سوبر كورة إضراب لاعبي الكاميرون يؤجل وصولهم إلى مصر قبل أمم أفريقيا. المنتخب المغربية رينارد اقتنع بالهليكوبتر على حساب بوطيب.
الهداف الجزائرية بوكرة هذا مفتاح الذهاب بعيدا في الكان، وأنظار العالم ستوجه نحو محرز وصلاح. الشروق التونسية، موهبة نسور كارتاج أصغر لاعب في أمم أفريقيا 2019. سكاي سبورت، بعد ضجة أنوبيس استبعاد إله الموتى من كأس أمم أفريقيا. النهارده كان في اجتماع فني خاص بالمباراه، وده اللي بيبقى بيتعلق بكل ما يخص المباراه بالنسبه للمنتخبين سواء مصر وزيمبابوي بشكل نهائي. خلاص مصر هتلبس التيشيرت الاحمر، الشورت الابيض والشراب الاسود، وده الزي التقليدي لمنتخب مصر. في المقابل منتخب زيمبابوي هيلبس الزي الاصفر بالكامل، وده من جريده الوطن سبورت اللي اعلنوا على هذا الخبر، وعلى طبعا كل ما يخص المباراه من الجانب الفني والاداري وفيما يخص الاجتماع الخاص بهذه المباراه. خلينا سريعا نروح للكابتن الكبير كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي الكبير. يا كابتن سمير مساء الفل على حضرتك. يا كابتن سمير. الو. طيب يمكن الاتصال قطع او حاجه، هنرجع نجيب كابتن سمير محمود عثمان تاني. ليه بقى؟ عشان نتكلم عن الخبر اللي جاي في جريده فيتو واللي بيتعلق بحكم المباراه. هو اليوم نيانت حكم كاميروني لمباراه مصر وزيمبابوي في افتتاح بطوله الامم الافريقيه. مستوى الحكم ده اخبارها ايه؟ نتائجه مع منتخب مصر، وبالتحديد ادار قبل كده المنتخب مصر حوالي ثلاث مباريات. مباراه كانت امام سيراليون في 2012، مباراه كانت امام غينيا في 2014، ومباراه كانت امام السنغال في 2015. لكن هو حكم دولي شهير واشترك او كان احد الحكام في بطوله الامم الافريقيه 2013 و2017، وان شاء الله كمان في 2019 هيقود اول مباراه افتتاحيه ان شاء الله ما بين مصر وزيمبابوي. هتكون مباراه اكيد مهمه جدا. هنحاول نجيب كابتن سمير محمود عثمان مره ثانيه. طيب نكمل على او نتكلم على بقيه الاخبار وبتحديد جريده الفجر. طيب رجع لنا كابتن سمير. كابتن سمير مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا كابتن امير، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. نورنا دايما. قبل ما اتكلم على امير على اليون الحكم بتاع بكره، انا جنبي الحكم الدولي محمد كمال ريشه وبيسلم على حضرتك. تحياتنا ليه. على قناه النادي الاهلي او مع حضرتك الاول وبعد كده اخش مع حضرتك على طول. اوكي. السلام عليكم. يا كابتن محمد مساء الفل على حضرتك. ازيك يا امير، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل وانت طيب. ربنا يعزك، ربنا يبارك في حضرتك. البطوله شايفها ازاي وبتحديد الحكام وبالتحديد حكم مباراه الغد الحكم الكاميروني، رايك فيه ايه وهل هو مناسب لاداره مباراه الافتتاح ان شاء الله؟ والله هو كان طبعا وكان من ضمن الحكام المرشحه، من ضمن ثلاث حكام كان جسامه والحكم الاثيوبي. بس انا كنت انا كنت مرشح الحكم الاثيوبي، هو اللي يعني كان كل البوادر بتقول اللي هو الحكم المباراه. لكن الحكم الكاميروني يعني قبل كده ادار مباريات، هو من حكام الصفوه في افريقيا. طبعا. وان شاء الله كده نتمنى لو يكون عند يعني على مستوى الحدث، وان شاء الله كده ربنا اهم حاجه، احنا ربنا يوفقنا كمنتخب مصر ان شاء الله ونادي مباراه طيبه نفرح شعب مصر وجماهير مصر اللي هي متعطشه ان شاء الله باذن الله للحدث الكبير. والنهارده ان شاء الله باذن الله بطولة كبيرة باستقبال بتنظيم باستعدادات انا اول مرة اشوفها بامانة. حتى انا بقول النهارده دي في كاس عالم، مش بطولة امم. ان شاء الله القيادة السياسية والمسؤولين عن الدولة الحمد لله من اكبر سيادة المشير الرئيس السيسي طبعا ورئيس مجلس الوزراء والقيادة كلها ما شاء الله يعني مدية اهتمام للبطولة، وان شاء الله تكون بطولة كبيرة وتليق باسم مصر وتاريخ مصر ان شاء الله. متفائل ولا لا ان المنتخب ان شاء الله يحقق اللقب؟ طبعا متفائل ان شاء الله. مصر هي مصر ومصر طبعا ده فوق جميع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اديني كابتن سمير بقى. يا كابتن سمير. كابتن سمير ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ منورنا منورنا دايما يا كابتن سمير في الحقيقة بآرائك وتحاليلك للجوانب التحكيمية بالتحديد، رؤيتك ان شاء الله ل مباراة الغد بالتحديد فيما يخص الحكم الكاميروني اليوم نيانت، وهل شايف ان هو انسب حكم لمباراة افتتاحية هتكون قوية جدا طبعا ما بين مصر وزيمبابوي؟
بص يا كابتن امير، انا بالنسبه للحكم الكاميروني اليوم، هو اسمه بالعربي علي نبي، تمام؟ هو انا لعبت معاه قبل كده نهائي كاس العالم العسكري، كان معايا حكم رابع، هو من الحكام اللي كانوا في النخبه في سنه 2013 و2014، كان من ضمن الحكام المرشحين لكاس العالم، حكم هادي جدا، فنياته عاليه جدا، بالرغم انه كان عنده مباراه شهيره السنه دي، كانت في بطوله كاس افريقيا مع نادي الاسماعيلي، وكان فيها بعض الظروف ولم تستكمل المباراه، انما هو بس على الشخصي على الصعيد الفني حكم ممتاز، تحركاته رائعه، تحركاته رائعه، والكلام ده حضرتك والساده المشاهدين هيفتكروا الكلام اللي انا بقوله ده باذن الله بكره. وموهوب بصراحه، انا كنت متوقع ان هو ممكن يدير المباراه الافتتاح او فيكتور جوميز بتاع جنوب افريقيا. حكم مميز قوي برضه. طبعا، وكنت مستبعد تماما بكاري جسامه وبملك الحكم الاثيوبي. لا بكاري ما ينفعش يا كابتن محمود، بقى خلاص بقى بكاري ما ينفعش. شفت البعض الاراء يا كابتن امير كانوا بيطاردوا، بيقولوا احنا متوقعين بكاري لا يمكن، وانا بقول لحضرتك من نفسيا حتى يعني بكاري ولا هيحكم في البطوله دي اي مباراه لمصر ولا تونس ولا المغرب. طبعا بسبب الحاجات اللي احنا شفناها الفتره طبعا اللي فاتت. طبعا ان شاء الله اليوم بكره يعمل مباراه باذن الله كويسه تليق بمباراه الافتتاح. انت عارف حضرتك كابتن امير، اهم مباراه في البطوله هي مباراه الافتتاح، بتدي رساله لكل الفرق على مستوى التحكيم. طيب كابتن سمير، اتمنى التوفيق باذن الله. كابتن سمير، تتوقع مستوى التحكيم بشكل عام على مدار البطوله ممكن يكون شكله عامل ازاي، وخصوصا في ظل الانتقادات الكبيره اللي دايما بتوجه للتحكيم الافريقي خلال الفترات اللي فاتت، وفيما يتعلق بالتحديد ببطوله دوري ابطال افريقيا، هل تتوقع نجاحهم ان شاء الله في اداره المباريات في بطوله الامم الافريقيه؟ والله يا كابتن امير اتمنى نجاحهم، بس بصراحه انا يعني باللي انا شفته في المباراه النهائيه اللي فاتت، انا بصراحه مش متفائل خير قوي، بس باذن الله يبقوا على مستوى قد المسؤوليه، العالم كله بيتفرج عليهم، خاصه احنا فوجئنا ان تقنيه الفي ار هتطبق في الدور بعد الدور الثمانيه. ان شاء الله يعملوا ان شاء الله مباراه كويسه باذن الله. نصايحك في بعض الخامات العربيه، يعني انا بقول على التحكيم العربي في بطوله افريقيا هو اللي هينجح البطوله. بالظبط، اكيد التحكيم العربي اكيد تحكيم جيد، بالتالي عايز من حضرتك رساله للتحكيم المصري بالتحديد، وفيما يخص اكثر تحديدا الكابتن جهاد جريشه، وكان في كلام كتير جدا عنه وان كان مستبعد كمان البطوله لكن عاد مؤخرا ان هو يشارك في البطوله دي كحكم، هل الكلام الكتير اللي كان حواليه ممكن ياثر عليه نفسيا وفنيا كمان؟ لازم يبقى دافع ايجابي جدا لجهاد. كويس. ان جهاد شاف ان مصر كلها، كل الاعلام، وانتم كنتوا سباقين البرنامج بتاع حضرتك ومعظم البرامج كانوا واقفين وقفه كويسه جدا طبعا مع جهاد. دي تبقى المفروض باذن الله دافع ليه، هو وامين عمر وابراهيم نور الدين ومعهم تحسين ابو السادات ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه، وكنت اتمنى وجود برضو محمود البنا، بس طبعاً الحاجات اللي انا ما اعرفهاش ليه استبعاد محمود البنا، بس ان شاء الله يعوض. ممكن تكون ايه الاسباب يا كابتن سمير في استبعاد محمود البنا من وجهه نظرك؟ والله يعني من الاسباب يعني حزينه شويه بصراحه، ان محمود كان من ضمن الحكام المرشحه واللي اتبعتت في القائمه الاولانيه ثم القائمه الثانيه، وبعد كده محمود من ثلاث ايام جري في اختبار اللياقه البدنيه ونجح، ومع ذلك تم استبعاده من القائمه، وطبعا دي كانت حاجه غريبه جدا بصراحه. فربنا يسهل يعني ان شاء الله يبقى يجي له خير، المهم خلينا في الموجودين، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويعملوا ان شاء الله بطوله كويسه جدا باذن الله. ان شاء الله. كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر كمان كابتن محمد جمال ريشه الحكم الدولي ايضا، وكلام كان مهم جدا منهم على التحكيم خلال بطوله الامم الافريقيه، وبالتحديد فيما يتعلق باليوم نيانتا الحكم الكاميروني اللي هيقود اول مباراه غدا ان شاء الله ما بين مصر وزيمبابوي، نتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله نتمنى لكل الحكام بشكل عام في هذه البطوله يكونوا موفقين جدا، خصوصا في ظل تواجد تقنيه الفار بدايه من دور الثمانيه، واللي هتساعد بشكل كبير جدا على تلافي الاخطاء اللي ممكن تقع من الحكام، وبالتالي تقليلها بشكل كبير، بالتالي تشوف ان شاء الله بطوله جيده من الناحيه التحكيميه بالتحديد ان شاء الله، وده اللي هيؤدي ان احنا كمان نشوف بطوله جيده من الناحيه الفنيه ان شاء الله باذن الله. طيب نروح للفجر الرياضي اللي بتتكلم على مروان محسن، واللي قال تصريحات مهمه جدا جدا في الحقيقه، قال مش هيعلق على الانتقادات اللي موجهه ليه، وبيوجه رساله للجمهور. في الحقيقه مروان محسن في مباراة غينيا الراجل عمل مباراة أكثر من رائعة، اللي هي المباراة الودية الأخيرة منتخب مصر أمام غينيا وقبل بطولة الأمم الأفريقية. الراجل دايما بيتعرض لانتقادات كثيرة جدا على مدار فتراته مع المنتخب بالتحديد، وكمان في بعض الفترات مع النادي الأهلي.
مروان بيقول ايه؟ بيقول ان انا كنت في الاول بركز في انتقادات الجمهور وبركز في اللي بيتكتب عني وبركز في السوشيال ميديا ومين بيشتم ومين بيشيد وكلام من ده، وده كان بيشتتني جدا وكان بيخليني ان انا مش مركز في ارض الملعب وادائي بالتحديد، فبالتالي ده كان بيأثر عليا، فانا اتعلمت من الجزئيه دي وما بقتش اركز خالص في كل هذه الامور، وده اللي ادى لتألقي خلال الفتره الاخيره. هتقول لي مروان ما كانش بيلعب مع النادي الاهلي بشكل اساسي، لكن بصراحه لما كان بينزل الراجل كان ليه دور فعال جدا في الملعب، سواء لما كان بيلعب اساسي او حتى كبديل، الراجل بيحرز اهداف وبيساهم كمان في الاهداف بشكل كبير جدا. مباراه غينيا كمان اللي فاتت اثبتت ان مروان محسن بقى عنده نضج كبير جدا جدا في ارضيه الملعب، فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في الفتره الجايه. طيب خلينا نروح سريعا لكابتن علي ابو جريشه، نجم نجوم الدرويش السابق ونجم نجوم الكره المصريه، وبما اننا بنتكلم عن راس الحربه بالتحديد ومروان محسن، يا كابتن علي مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا امير، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله. رؤيتك لمباراه الغد، المباراه الافتتاحيه ان شاء الله لمنتخب مصر امام زيمبابوي، وما يجب ان يكون بالنسبة لمنتخب مصر مع بداية انطلاق بطولة قوية زي دي يا كابتن علي، شايف البداية ممكن تكون ازاي، وكمان شايف التشكيل ممكن يكون ازاي بالنسبة لمنتخب مصر؟ والله طبعا مباراة الافتتاح مباراة هامة جدا، بتدي مؤشر على طول للفرق الثانية، انت عايز تروح لفين، عايز توصل لفين. صحيح ما تبقاش مقياس، لكن في الاول ممكن يبقى الاداء ما هوش عالي قوي، لكن التركيز مهم جدا في المباراه الاولى. تمام. احترام المنافس مهم جدا في المباراه الاولى. يعني ما ينفعش اقيس الفرقه والعب على قدها، لا لازم، انا افريقيا النهارده ما عادش فيه فرق سهله. والفرق كلها عندها نجوم بتلعب في الخارج، وعندها لعيبه على مستوى افريقيا كلها عندهم نجوم بيلعبوا في الخارج، وبالتالي ما عادش فيه فرق سهله في افريقيا. فنتمنى لعيبتنا ان شاء الله تركيزهم عالي، نتمنى باذن الله احترام المنافس لنديله قدره، ونمره ثلاثه ادي انطباع من اول مباراه ان انا واخد الامور بجديه، وبدي انطباع ان فرقه مصر فرقه ثقيله، وده مش هيجي الا ان شاء الله باداء اللعيبه وتركيز اللعيبه وتصميم اللعيبه. تمام. طريقه اللعب ممكن تكون ازاي، او الافضل من وجهه نظر حضرتك بالنسبه لطريقه اللعب المنتخب المصري مع بدايه اول مباراه في البطوله؟ يعني ما هو مش هيغير من كل مباراه لثانيه، لكن هو ممكن يغير اثناء المباراه. كويس. لكن البدايات دايما بتبقى معروفه، انا بيلعب باربعه، بيلعب اثنين قدامهم واحد، وبعدين ثلاثه قدامهم واحد، فاحنا بنتكلم على 4-2-3-1 يعني. 4-2-3-1 دي دي دي, دي وارده. التغيير بقى مش التحول يا امير لما بيحصل بسرعه. الطريقه دي بتتغير، يعني النهارده فرق افريقيا بتبقى صعبه ساعات، ليه؟ عندها سرعه في التحول من موقف دفاعي لموقف هجومي، والعكس صحيح، فبيعملوا كثافه عدديه باسرع وقت ممكن، فبيصعبوا الامور على الفرق الثانيه. عشان كده بقول دايما بتلعب خلي بالك ان 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 الكوره تبقى هي الاسرع، ما تجاريش فرق افريقيا في السرعه، لان هم اسرع منك وهم فانت النهارده بالذكاء وبالتكتيك العالي تقدر تتفوق. تمام. لازم يكون خصوصا الأندية افريقيا كلها النهارده، الابطال افريقيا كلها من الـ من الـ من الـ من الـ من اللي هو الشمال الافريقي. بالظبط طبعا اكيد. طيب يعني بنتكلم عن الكونفدراليه، نتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال، كل ده من الفاينل، الاربع فرق في من الشمال الافريقي. الافضل ان المنتخب يبتدي بطريقه متوازنه، ولا يكون فيه هجوم من البدايه عشان تقدر ان انت تحقق نتيجه كويسه جدا وتديك دفعه لباقي البطوله، وانت هدفك الاساسي دايما هو الفوز باللقب اكيد؟ يعني انا رايي يا امير، انت بتلعب في ملعبك وجمهورك، لازم تاخد المبادره، ولازم تاخد المبادره مع كويس. مع وضع في الاعتبار انك مش بتلعب لوحدك، وضع في الاعتبار الهجمات المرتده، وضع في الاعتبار الالتزام بالناحيه الدفاعيه من اول المهاجمين اكيد، لكن انت في ملعبك لا يمكن هتقعد تترقب وتستنى وتنتظر وكده، انت الفرق بتبقى نازله عامله حسابك في ملعبك وخايفه منك، جمهورك وراك، وبالتالي انت تاخد انا ده رايي ان انا اخد الامور بخطف، يعني لازم اخطف الفرق اللي قدامي طبعا، وفي نفس الوقت انا ما بالغش في العمليه دي عشان ما يعني ما اسيبش ثغرات كبيره في خط الظهر. طبعا. لابد ان انا يبقى في اتزان، ومع الكثافه العدديه تبقى في وقتها، اعمل كثافه هجوميه في وقتها، سرعه الارتداد مطلوبه بسرعه عشان برضه ما اسيبش ثغرات عندي في الناحيه الدفاعيه، يعني انت المفروض تلعب
بمرونه عاليه جدا في المباريات المهمه، وكل مباريات افريقيا مهمه. فبالتالي انت تبدا من البدايه تعود لعيبتك على مرونه الاداء او الرشاقه، بسبب حتى رشاقه الاداء. رشاقه الاداء هي سرعه التحول. تمام. التشكيل الانسب من وجهه نظر حضرتك يا كابتن ممكن يكون مين؟ والله التمثيل يعني دايما دي حاجه بتاعت الجهاز الفني. اكيد يعني اكيد، لكن وجهه يعني نظر حضرتك بخبراتك الكبيره يعني شايف الانسب ان هو والله يبتدي. هو متعايش مع اللعيبه اكتر وشاف والماتشين دول يعني يمكن اداله انطباع معين. الماتشين دول حط ايده على بعض حاجات يعني، لان برضه فتره الاعداد انا شايفها والتجهيز ما كانتش جامده، ما كانتش مناسبه طويل قوي. وبالتالي هو عمل الماتشين ادوا له يعني انطباع عن الناس اللي ممكن يبدا بيها. فاتمنى لاي حد يبدا يا امير، طبعا كلنا نتمنى النجاح أكيد. لكل اللعيبه اللي هتبدا أكيد. وخلي بالك ممكن كلمه السر تبقى في الناس اللي قاعده على الدكه بره يعني طبعا. يعني مش شرط مين يبدا، المهم الاول مصر تكسب. نمره 2 الدكه كان ليها دور كبير جدا في البطوله بتاعت جده لما جده كان بيغير طبعا يعني وخلي بالك يعني ما يعني المهم يعني ربنا يوفق الجهاز الفني في قرايه الماتش كويس، في عمل التغييرات في الوقت المناسب، في كل النصايح اللي بيقولها للعيبه تقف محلها. وان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه، لكن والله كلهم يعني ربنا معاهم واحنا كلنا وراهم، اللي يبدا كلنا واقفين وراه. تمام. طيب كابتن علي، ما ينفعش يكون حضرتك معايا واحد ابرز خط نجوم في تاريخ الكره المصريه وما اسالكش عن المهاجم الانسب لقياده المنتخب في بطوله الامم الافريقيه، مروان ولا احمد علي ولا كوكا من وجهه نظرك ونصايحك كمان ليه؟ كله هيبقى ليه دور، خلي بالك اللي هيحط بصمته هيبقى كده كله هيبقى ليه دور. انا شايف البدايه ممكن تبقى مع مروان. تمام. انا شايف البدايه كده، لكن خلي بالك انه في ناس برضو يعني وخصوصا احمد علي، لان برضو يمكن كوكا اخذ نصيب احمد علي ما لكن اعتقد ان التمثيل يعني يمكن في البدايه هيبقى المنطلقه هيبقى مروان، يمكن اكثر انسجاما مع المجموعه اللي هتبقى وراه خلف منه. يعني ان شاء الله ربنا يوفقه احمد علي، اذا كان مروان، اذا كان كوكا. احنا ربنا يوفقه، فان شاء الله باذن الله يعني فريقنا يدي انطباع كويس جدا، بدايه كويسه جدا. ان شاء الله يبقى من نصيبنا الفوز باذن الله، تبقى انطلاقه كويسه جدا. لكن ان شاء الله انا شايف انه احمد علي يمكن هو الاجهد دلوقتي، او يعني معنويا احسن، جايب جول الماتش اللي فات بشكل كويس. صحيح احمد علي جاب جول برضو ده كده، لكن حضرتك على الجون بتاع مروان، جون مروان جايب جول جميل قوي مخطوف. احمد علي كمان جاب جول، يعني حاجه كويسه ان هم يجيبوا جول. يبقى ليه؟ لان المهاجم دايما لما يجيب جول بيبقى يعني معنوياته عاليه جدا. اكيد طبعا، اكيد، وبترفع معنوياته، يقرب من الجول. لما بتبعد عنه شويه بيبقى متأذب، انما ما دام قرب من الجول يبقى ان شاء الله الامور هتمشي معاه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن علي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخله، الكابتن الكبير واسطوره الدراويش كابتن علي ابو جريشه، واتكلمنا معاه بشكل مفصل عن رؤيته لمباراه الغد وكيف يجب ان تكون بدايه المنتخب الوطني المصري في بداياته في بطوله الامم الافريقيه امام زيمبابوي، وتوقعاته كمان للتشكيل وللمهاجمين. اكيد كانت مداخله مهمه جدا. طيب خلينا نكمل اخبارنا، وبتحديد اليوم السابع، وان رئيس الكاف احمد بيشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتزام بوعده في تنظيم البطوله خلال خمسه اشهر، وده في الحقيقه شيء احنا متعودين دايما عليه من المسؤولين في مصر، ولما بيكون في وعد اكيد بيتم تنفيذه، ومفيش اي دوله تانية كانت هتقدر تنفذ وتنظم بطوله بهذا الحجم وهذا العدد من المنتخبات لاول مره، 24 منتخب غير مصر اللي كانت هتقدر تنظم في فترة قليلة جدا زي دي. فبالتالي أكيد شيء مهم جدا ومميز من كل المسؤولين في جمهورية مصر العربية. تمام. في الجول بتتكلم عن ان في حراسة خاصة لرياض محرز، ويعني اعتقد ان هي ملهاش لازمة يعني حتة الحراسة الخاصة لرياض، لان الحراسة كلها بالنسبة لكل المنتخبات بشكل كامل مش على حد معين، والدنيا امان جدا في مصر في الحقيقة. فبالتالي يعني ملهاش لازمة حتة حراسة خاصة لحد بعينه يعني. سوبر كوره
وخبر غريب شويه هو اضراب لاعبي المنتخب الكاميروني يؤجل وصولهم الى مصر قبل بطوله الامم الافريقيه، وده بسبب ايه؟ بسبب ان هم ليهم مستحقات تقدر بحوالي 30,000 يورو لحد دلوقتي ما خدوهاش، ده بعد ما تاهلوا لبطوله الامم الافريقيه، فبالتالي بيعملوا اضراب في محاولات من قبل صامويل ايتو طبعا ان هو يقنع لاعبي المنتخب ان هم يتراجعوا عن هذا الاضراب مع وعود باعطائهم حقوقهم الماديه بشكل اكيد، فبالتالي يعني هيكون في محاولات قويه للمنتخب الكاميروني المسؤولين في الكاميرون على سفر هذا المنتخب لمصر قريبا جدا، وخصوصا ان لوائح الكاس بتقول ايه؟ قبل اول مباراه ليك بخمس ايام لازم تكون موجود في الدوله المستضيفه للبطوله، فلازم قبل خمس ايام من اول مباراه المنتخب الكاميروني يكونوا موجودين، فالمحاولات كلها لسه قائمه. مجيد بوكرة ده من الهداف الجزائريه، وده احد النجوم الكبار في تاريخ الكره الجزائريه، واللي كان متواجد طبعا في جيل 2010 اللي وصل مونديال 2010، قال ان مفتاح الذهاب بعيدا في الكاف هيكون الاصرار والعزيمه عند المنتخب الجزائري، وان قال ان هم جاهزين جدا لان هم يحققوا نتائج جيده في البطوله، وكمان ان هم يذهبوا بعيدا جدا في البطوله دي والمنافسه على اللقب، وقال ان العالم كله انظاره هتتجه نحو رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائري، وكمان نحو طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول. يعني دي كانت اهم وابرز الاخبار عن الكان في المواقع. خلينا نروح لفاصل، معنا الضيف بعد كده. اوكي هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مباشره عشان نستقبل ضيفنا العزيز الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي باخبار اليوم، ونتكلم فيه تفاصيل كتيره جدا بتخص بطوله الامم الافريقيه، وبالتحديد فيما يخص كمان منتخب مصر خلال اول مباراه غدا ان شاء الله امام زيمبابوي. استنونا بعد الفاصل. شرفني ونورني في الاستوديو الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي بجريده اخبار اليوم. يا استاذ شادي منورنا ومشرفتنا. اهلا وسهلا بحضرتك، انا الشرف لي ان انا موجود في قناه الاهلي مره ثانيه. شرف لينا. كلام كتير جدا وملفات كتير عايزين نتكلم فيها، لكن خلينا بالتحديد نبتدي باعلان المهندس هاني بريده النهارده الصبح بمد فتره القيد الافريقي للانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. عايزين نشرح الجزئيه دي للناس ومن خلال متابعتك كده ومدى اهميه هذه الجزئيه بتعديل الانديه المصريه. طيب هو في الاول احنا بنقول هو خطوه لتصحيح خطا حصل في اتحاد الكوره، او ممكن نقول تدارك الازمه اللي حصل بعد استضافه مصر كاس الامم الافريقيه بشكل مفاجئ. تمام. فاربك حسابات الجميع واصبح ان ما فيش وقت والدنيا ضيقه جدا لدرجه الناس طلبت ان الدوري يتلغي او كاس مصر يتلغي. ومع اصرار المسؤولين في اتحاد الكوره او القائمين على الرياضه في مصر لاستكمال بطوله الدوري بالذات، ما كانش في فرصه او وقت كافي لكل الانديه تلعب كل مباراتها، فمش بدون خوض في تفاصيل بقى ومين غلط ومين مش وقت فهم قرروا ان المهندس هاني ابو ريده بعلاقاته ونفوذه قدر يوصل ان مصر هي الدوله الوحيده اللي تستثنى ويتم تاجيل القيد الافريقي ليها، بحيث ظروفها اللي احنا اتكلمنا عليها دي نقدر هتفيد بقى الفرق الداخله المعترك الافريقي. يعني فتره القيد بتاعتهم زي الاهلي، الاهلي يعني كان هو المقدم الشكوى، هو اساس يعني كان راس الحربه في الازمه دي وكان هو اللي بيشتكي وهو اللي كان طالب حل الازمه دي، واعتقد ان يعني هو نوع من انواع بيطالب بحقوقه بس يعني طبعا طبيعي يعني. انا دلوقتي بخسر لا عارف اودي اللعيبه فتره عدد كافيه ولا هجيب فرصه، امور كتير في الحقيقه. طب خلينا نشرح للناس المد ده بالذات بالتحديد هيكون ماشي ازاي. في الاول اصلا الطبيعي جدا ان فتره القيد في الاتحاد الافريقي بتبتدي من يوم 1/6 لحد يوم 30/6، بتايد اللاعبين من غير اي غرامات ماليه، كمان بيضاف لك 10 ايام زياده لغايه يوم 10/7 من غير ما يكون في اي غرامات ماليه عليك. من يوم 11/7 لحد يوم 20/7 بيكون في غرامه ماليه حوالي 250 دولار. تمام. بعد الفتره دي من يوم 21 لحد يوم 31/7 بيكون الغرامه 500 دولار. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت فتره القيد هتكون لحد يوم 31/7 بشكل طبيعي جدا من غير اي غرامات خالص، وكمان من حقك ان انت تحاول خلال الموسم شغال هنا في مصر، يعني استثنائي، خلينا نقول موسم استثنائي هو اللي جاي كمان بس واحنا كمان ايه من خلال الموسم ده عادي، وانت بتلعب ماتشاتك اللي في الدوري اللي ناقصه اتفاوض وهات اللعيبه ومشي اللعيبه اللي انت عايزهم باي طريقه من الطرق،
واخر يوم خالص اللي هو يوم 31، احنا عارفين ان البطوله هتخلص يوم 30 على حسب الاتحاد المصري قالوا ان اخر مباراه هتكون اهلي والزمالك يوم 30/7، فيوم 31 ده تأيد في اتحاد الكره، تأيد محليا اللاعبين وبعدين تأيدهم كمان افريقيا، السيستم بيبقى واحد فعلى طول هيتأيدوا تلقائي زي ما هتأيدهم محليا. بس انا عندي سؤال، عندي سؤال في الموضوع ده. انا اعرفه ان السيستم بيبقى شغال اونلاين وفي ترانسفير بالذات، هل هنعرف نظبط الموضوع ده مع الانديه الثانيه؟ طب انا كمان عايز لعيب من بره، يعني انا مثلا يعني انا عايز اجيب مثلا مازيمبي، طب مازيمبي اللعيب بتاعه ده لعب او تأيد او 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 هظبطها ازاي؟ هو برضه سؤال صعب الاجابه عليه في الحقيقه، ما مش عارف يعني. انا بفكر بالاول طب هظبط، طب انا ماشي، انا في مصر هعرف اتصرف في اللعيبه المحليه، الامر عمومي جوه مصر وافريقيا الدوري التونسي يعني صعب طبعا، فمش عارف، صعوبه كبيره جدا. هتجيب سهل لعيبه وتأيدهم ازاي في يوم واحد؟ وممكن يكون فيه مش عارف، ممكن يكون يعني تأيد انت طبيعي هيبقى مقيد، يا اما هتجيب اللعيب بقى دلوقتي وتركنه، مش عارف برضو. هي جزئيه شائكه في الحقيقه، لكن خلينا نقول ان ده امتداد للموسم الاستثنائي يعني، وامتداد للقرارات اللي ممكن تكون غصب عن الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الافريقي. والاتحاد الافريقي بالمناسبه عمل الموضوع ده كمان عشان ماتش الوداد والترجي اللي اتاجل يعني، فالدنيا ملخبطه شويه في بعضها. لكن ايا كان خلينا نتخطى هذه الجزئيه ونتكلم بقى فيما يخص المنتخب المصري واستعداداته لاول مباراه غدا ان شاء الله امام زيمبابوي. مطلوب ايه من لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني في اول مباراه بكره ان شاء الله؟ هو الاول بس لازم اللعيبه تعرف ان احنا المنتخب التاريخي للقاره كويس، سواء عدد مرات الحصول على البطوله طبعاً. ان احنا مصر من دول مؤسسه للاتحاد الافريقي، احنا الفرق المصريه اكثر حصولا على البطولات القاريه فعلاً. الفرق وليس المنتخبات. طيب احنا يعني فرصنا ايه؟ فرصنا لا كويسه، انت البطوله على ارضك، انت عندك دعم كامل من الدوله اكيد واضح جدا وتيسير في كل حاجه، ما يتبقاش غير ان 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 انت كلاعب تعمل اللي عليك بقى خلاص. كل الناس عامل، كل الناس طبعا، دوله اعلام ان الجمهور كل كمان هيعمل عليهم بشكل كبير جدا ان شاء الله. هي الفكره ان انت عندك معطيات لازم تستفيد منها. انت عندك 100,000 متفرج جعان كوره طبعا، بقى لهم كتير قوي العدد ده في استاد القاهره، الاستاد التاريخي بتاعنا اللي كل الناس ليها ذكريات حلوه معاه. تستغل كل ده وتترجمه على ارض الملعب، واعتقد ان ماتش بكره ان شاء الله هيبقى نتيجه ايجابيه لمصر، بالرغم ان مدرب اللي هي الفوز مش التعادل. لا التعادل تعتبر نتيجه ايجابيه لمصر طبعا، التعادل دي في الحقيقه لازم تكسب ان شاء الله. المنتخب الزيمبابوي لعب ماتشين قبل ما التقي مصر، لعب مع نيجيريا وتنزانيا، اتعادل مره سلبي ومره ايجابي. تمام. طيب في تصريحات طلعت من قائد زيمبابوي قال احنا مش عايز، احنا الضربه هتجيلنا مش هتجيلنا من صلاح، هتجيلنا من حد مجهول. دايما الاعلام مركز على صلاح صلاح صلاح، لكن هو في نجم تاني اكيد موجود، هو طبعا يعني مش دارس اسامي اللعيبه فبيتكلم، المفروض يبقى دارس وحافظ مش عارف يعني. فده بيقول لك الضربه جايه من مجهول، فلما اتكلم بيقول انا متوقع ان في نجم تاني هو اللي هيدينا الضربه، هو فاحنا لازم نكون حريصين كل الحرص على في المباراه دي عشان نقدر نطلع بنتيجه جيده بالنسبه له طبعا. ده يعني احنا ما نتمناش حاجه زي كده طبعا ان شاء الله. مش احسن رايك في زياره الكابتن محمود الخطيب امبارح رئيس النادي الاهلي وكسفير لبطوله الامم الافريقيه بعد اختياره من قبل الكاف زيارته لمعسكر منتخب مصر امبارح؟ اولا يعني احنا احب هني اختياره سفير المنصب ده، يعني مش محمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب، في مين هيبقى فيه؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لا طبعا زياره ايجابيه جدا، بتبقى فيها رسائل مهمه ان لا مصر اولا قبل اي شيء خلاص، اي خلافات قبل كده مش موجوده خلاص، احنا دلوقتي عندنا بطوله مهمه كله بيسعى لانجاح البطوله دي. كانت بصراحه يعني زياره موفقه جدا. طيب خلينا نتكلم شويه بقى عن التنظيم الخاص ببطوله الامم الافريقيه، وشايف التنظيم لحد دلوقتي البطوله ما ابتدتش بس بيبقى فيه بوادر مبشره جدا قبل التنظيم، رؤيتك ايه ورؤيتك كمان للاستعدادات بالتحديد؟ شايف الاستعدادات بقت على المظهر الجيد والاستعداد الجيد لاستقبال كل المنتخبات ان شاء الله؟
يعني انا عايز اقول لك انا مذهول بصراحه في فتره الاعداد للسادات والتنظيم اللي تم في خلال 4 شهور تقريبا، ولا انا غلطان في المده؟ 4 شهور تقريبا. 4 شهور تقريبا. بلس ان حتى احمد نفسه قال انا مطمئن ان مصر خدت تنظيم كاس الامم. فده يعني ده دليل ان احنا بصراحه قادرين يعني، وكان بيدي رساله مهمه ان مصر موجوده وقادره. كميه في كميه شباب بيشتغلوا دلوقتي، انا حضرت امبارح وكذا يوم بشوف الاستعدادات، لا بصراحه حاجه مشرفه جدا. لكن انا حابب برضو اوضح ان احنا في مصر بنعمل حاجات جديده على القاره الافريقيه، زي الفان اي دي، زي بنسهل على سواء من المصريين دلوقتي، انا بتكلم على الضيف الاجنبي او المشجع الاجنبي اللي جاي يشوف الراجل ده جاي، عارف تذكرته فين، هيقعد فين، هيجي ضامن دخوله. لا في نظام كويس جدا جدا. الملاعب حاجه تشرف. في كل وسائل الترفيه موجوده دلوقتي، اعتقد انهم اعلنوا ان هيبقى في كذا يعني كذا مكان للاطفال أو, او 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 غيره، بس يعني ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا. بس اللي اتمناه بقى ان احنا نشوف الكلام ده كان في البطولات المحليه لينا بالظبط، وده باذن الله هيحصل. يمكن كان في خبر معانا برضه او من ضمن الاخبار ان اتحاد الكره، وده من جريده الشروق، قالوا ان مباريات الدوري هتقام على ملاعب امم افريقيا الموسم المقبل. ده شيء مهم جدا ان انت الملاعب دي بتجهزها بشكل كبير قوي. اتمنى. وبالتالي مش عايزين تتقفل بقى بعد كده. عندك كمان 24 ملعب جاهز للتدريبات الخاصه بكل المنتخبات. انا عايز اقول نقطه، في بعضهم هتستفيد منهم في المسابقات كمان الموسم الجاي. انا عايز اقول نقطه، يمكن احنا الدوله الوحيده في العالم العربي توفرت 24 ملعب ل 24 فريق. فعلا فعلا مفيش دوله في العالم وفرت حاجه زي كده. فدي في كاس العالم عادي في الكلام ده، لكن مثلا بالتحديد في افريقيا يعني انا بتكلم على بطوله قاريه. طبعا يمكن احنا الدوله الوحيده اللي في العالم وفرت حاجه في بطوله قاريه 24 فريق. وعلى فكره يعني لازم نعرف والناس والساده المشاهدين يعرفوا ان احنا الرقم اول مره يتعمل ال 24 فريق يشاركوا في بطوله افريقيا. اول مره كل مره كانت 16. فطبعا يعني كانت البطوله يعني اعجازيه بكل المقاييس في مستوى التنظيمي لمصر. تمام. طيب التشكيل المنتخب توقعاتك لايه بقى بالتحديد؟ تشكيل المنتخب، لان ده الشغل الشاغل لكل المتابعين دلوقتي وكل المصريين قبل ان شاء الله 24 ساعه من انطلاق المباراه. طيب انا شايف ان احنا لازم نتكلم منطقيا. هو محمد الشناوي رقم واحد، لازم يقف رقم واحد. هو لا يقف جول. ده توقعاتي انا. تمام. منطقيا. لان ليه لمحمد الشناوي؟ محمد الشناوي رجل في الملعب، الموسم اللي فات اكتر عدد مباريات لعبها. ماشي. اكتر من احمد الشناوي اعتقد. لعب كاس عالم، يعني خد الثقه. تمام. ولسه يعني اعتقد هو مستواه يأهل ده، وفي اقتناع من اجري بيه. تمام. ده بالنسبه لمحمد الشناوي. محمد الشناوي في حراسه المرمى. اليمين اليمين بقى انا شايف المحمدي. تمام. في الجانب الايسر عندنا منافسه بين ايمن اشرف واحمد ايمن، بس اعتقد ان ايمن اشرف الاقرب. مساكين. المساكين هيبقى عندنا احمد حجازي، وجنبه على طول عمرو باهر محمدي. لا، ولا محمود علاء. محمود علاء. محمود علاء. محمود علاء. محمود علاء الاقرب من وجهه نظري. يعني هو اللي جاهز، هو اللي خلاص السبتوت افريقيا واخد كونفدراليه، واخد ثقه، وبيقدر يستفيد بيه كره العرضيات حتى في الهجوم. فاعتقد لا هو اقرب بكتير. بالنسبه لخط الوسط هيبقى النني، وجنبه انا مش عارف هل طارق حامد. يبقى هيبقى النني وطارق حامد. طيب قدامهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. صلاح، تريزيجيه، مفيش خلاف عليهم طبعا، يمين وشمال. مروان ولا احمد علي؟ لا، مروان. مروان رقم واحد، ثم كوكا، ثم احمد علي رقم ثلاثة. طيب خلينا ناخد توقعات الجماهير من على صفحه قناه النادي الاهلي على فيسبوك بالتحديد، ونبتدي بعادل. ده طبعا للتشكيل المتوقع لمباراه الغد. عادل قال ان محمد الشناوي وباهر واحمد المحمدي وباهر المحمدي واحمد حجازي وايمن اشرف وطارق حامد والنني وكمان عبد الله السعيد وتريزيجيه وصلاح محمد صلاح ومروان محسن. صلاح سيد صلاح قال ان محمد الشناوي هيكون في حراسه المرمى، في خط الدفاع احمد حجازي ومحمود علاء واحمد المحمدي وايمن اشرف، في نص الملعب طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه ومروان محسن. يعني التشكيل واضح ان الناس كلها ايه متوقعه التشكيل.
الناس كلها متوقعه وتحديد في تغييرات ممكن تحصل بس في خط الدفاع ده اللي فيه. انا عايز اضيف بس انت قلت كلام كويس قوي عن الموضوع احنا ليه مخبيين عن الناس، هو مش سر يعني موضوع الحارس مش في حاجه غريبه بصراحه مش عارف ليه يعني كل المنتخبات عارفين مين الحارس الاساسي بتاعهم رقم واحد عشان يهيئ نفسه وناس تهيئه وي لكن مين اللي سايب الناس ليه كده؟ لكن واضح ان فرص الشناوي بقت كبيره جدا كحارس اساسي لمنتخب مصر. خلينا ناخد عبد الرحمن حسن قال ان محمد الشناوي، احمد حجازي، باهر المحمدي، احمد المحمدي، ايمن اشرف، طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، تريزيجيه، محمد صلاح، ومروان محسن. احمد بدر الدين قال محمد الشناوي واحمد المحمدي واحمد حجازي ومحمود علاء وايمن اشرف والنني وطارق حامد وصلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن. يعني هو واضح جدا الاختلاف كله ما بين طارق او عفوا باهر محمدي ومحمود علاء، هي دي نقطه الخلاف الوحيده. لكن في هو انا ممكن اقول وجهه نظر ان باهر محمدي انت ممكن تستعين بيه في الجانب الايمن او كمساك بس كاحتياطي، اللي انا شايف ان محمود علاء خبرته اعلى شويه بس ممكن يكون باهر محمدي بيجيد اللعب كمساك وكظهير ايمن فده ممكن يديله الافضليه شويه. ممكن يعني حسب رؤيته هو بقى هو هيشوف، لكن اعتقد ان الثقه والخبره شويه لمحمود علاء. في النهايه اتمنى نيجيريا ياخد يعني يستغلهم استغل امثل، بس انا عايز احذر بس من حاجه. الحكم بكره اللي هو اليوم نيون ده ادار تسع حكم كاميروني ادار تسع نهائيات في افريقيا. الحكم ده سريع الانذارات بينظر بالنسبه ودار ادار مباراه الاسماعيلي والاسماعيلي الافريقي بالظبط فلا الحكم يعني لا ما بيخافش حتى ما بيخافش. وعندنا برضو في نقطه مهمه قوي ما اتكلمناش فيها وهي محمد صلاح شخصيته اتغيرت بعد احرازه بطوله الشامبيون ليج. ليه بقى؟ اخذ ثقه اكبر طبعا اكيد يعني دفع ثقه كبيره يعني حتى لو كنا بنقول محمد صلاح لا محمد صلاح بيبقى عنده 27 سنه محمد صلاح بقى كابتن المنتخب اعتقد انه بيكتب تاريخ جديد. لو احرز البطوله دي هيكتب تاريخ جديد لان اعتقد دي البطوله الوحيده اللي محمد صلاح ما حصلش عليها لسه ما خدش ولا بطوله مع منتخب مصر ده حقيقي يعني هو شارك في الاولمبياد شارك في كاس عالم لكن ما خدش بطوله كاس الامم. فاعتقد هو يعني هيبقى الشخصيه هتدفعه ان هو يحقق انجاز ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله باذن الله. كنا بنتكلم على التحكيم وعايز اخد رايك في اهميه تواجد تقنيه الفار في البطوله بدايه من دور الثمانيه ومدى اهميه تواجد هذه التقنيه. هو التصريح بالنسبه لي الغريب شويه من كاف ان هو قالوا احنا هنعملها من دور الثمانيه فيعني هو ليه مش كل المباريات يعني ما ليه انا مش بس في النهايه دي خطوه عظيمه ان احنا الفار يخش في بطوله الامم واعتقد ان مصر قادره او مش هنشوف المشاكل اللي حصلت قبل كده في بطولات تانية لا ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه وخطوه مهمه جدا جدا وان شاء الله نشوفها مطبقه في مصر الموسم الجاي زي ما قالوا صعب او اعلنوا يعني صعب بس دي خطوه محترمه جدا جدا. هو للاسف اعتقادي كده او من خلال متابعتنا ان الاتحاد المصري لكره القدم ما خدش اي خطوات في تفعيل تقنيه الفار او استخدام هذه التقنيه تحسبا للاحتياج ليها او تنفيذها في الموسم الجديد حتى الان. يعني المفروض انت عشان تطبق تقنيه زي دي لازم من بدري كده تشوف ايه الخطوات اللي تخليك تجيبها في مصر هنا وبعدين ازاي الاختبارات والتجارب اللي بتبقى من خلال المباريات وديه استعداد كتير جدا بخصوص تقنيه الفار نتمنى الاستفاده منها وهي بتطبق في بطوله افريقيا بدايه من دور الثمانيه عشان تكون موجوده معانا في الموسم الجديد المحلي ان شاء الله في مصر وده اكيد هيكون شيء مهم جدا. بخلاف محمد صلاح شايف مين ابرز العناصر ممكن تكون مؤثره في صفوف المنتخب المصري واللي بدورها ممكن تؤدي وتساهم مع المنتخب في الفوز بالبطوله؟ انا شايف ان تريزيجيه طبعا يعني بينضج بشكل مباشر. عندنا وليد سليمان احتياطي انا اعتقد لو هيبقى احتياطي مهم جدا جدا يقلب الدنيا لما بينزل لانه عنده خبره مهمه جدا بجانب حجازي صمام امان حجازي طبعا صمام امان لينا في الخلف واعتقد ان الاسماء دي هتبقى ان شاء الله داعم كبير جدا للمنتخب. طيب بترشح مين من المنتخبات بخلاف مصر ان هم يوصلوا للادوار النهائيه في البطوله بتعديد المربع الذهبي مثلا؟ لا مربع الذهبي صعبه شويه بس انا اتوقع ان احنا عندنا مصر باذن الله تمام واحنا ذكرنا العوامل عندنا منتخب زي منتخب غانا يعني قوي جدا جدا عندنا منتخب الجزائري
قوي جدا منتخب قوي. وكنت اتمنى المنتخب المغربي، بس انا شايف المنتخب المغربي فيه مشاكل ضربت في صفوفه جوه، يعني ما اعرفش هيتحاولوا يلموا الموضوع ويقفلوا عليهم ويتداركوا الموضوع ده ولا لا. بس المنتخب المغربي المفروض هو قوي جدا، يعني اعتقد على الاقل هيبقى فيه ثلاث منتخبات من الاربعه. السنغال مش مرشحه، ما اعرفش، بس انا دايما بحس ان العقليه الافريقيه بتيجي في وقت معين وبتبوظ الدنيا. يعني احنا عندنا لسه عارف ان المنتخب الكاميروني ممكن يبقى في 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 مشاكل عنده، وفي اضرابات او اللعيبه مش بتساوم على حياته. ونفس الفكره في منتخب نيجيريا، كل بطوله مهمه كاس عالم دايما يساوموا على فلوسهم، فانا مش عارف ليه بيعملوا كده. بس في النهايه انا شايف المنتخب مصر ومعاه غانا وجزائري مرشح، وممكن السنغالي او المغربي. السنغالي او المغربي الاقرب للفوز بالبطوله. هل مصر بسبب الارض والجمهور ولا من الناحيه الفنيه ممكن تكون برضو المقدره اكتر عند مصر ان هو يحقق اللقب؟ لا، هي 50-50. 50-50. انا ما اقدرش اقول لك مصر الاقرب عشان الارض والجمهور بس، لا، ما لازم اداء في الملعب. طبعا طبعا. متفائل بطريقه لعب مستر اجيري وبالتحديد في الماتشين الوديين اللي كانوا قبل البطوله على طول، سواء امام تنزانيا او غينيا، في مؤشرات ايجابيه بالنسبه لك؟ خليني اقول لك الاول، احنا ما كناش متخيلين منتخب مصر في 2017 يصعد نهائي. فعلا ما حدش كان متخيل خالص، ولا في 98 ولا في 2006 ولا في 2008 ولا 2010 كمان. بس خلينا نقول 2017 عشان كان شيء، كل الجيل بقى الذهبي بتاعك اعتزل وكان ظروف كتير قوي. لكن احنا المره دي لا، انا اعتقد ان جاري اسلوبه مختلف شويه. الراجل بيلعب كره هجوميه، بقاله كتير قوي بيتفرج على اللعيبه، بقدر يحط ايده على نقاط القوه ونقاط الضعف. لا، اعتقد ان اداؤه مختلف، اداء هجومي. لا، ان شاء الله ممكن يعمل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مروان محسن بالتحديد، وكلام كتير جدا على خط الهجوم. احنا عندنا مروان محسن، عندنا احمد علي، عندنا احمد حسن كوكا. زي ما انت بتقول التشكيل مثلا من وجهه نظرك ان مروان محسن هو الاقرب، لكن بالتحديد البديل الاقرب لمروان محسن هل ممكن يكون احمد علي ولا احمد حسن كوكا؟ وكمان البدائل اللي ممكن ترجح كفه مصر لو مباريات مثلا صعبه على مدار البطوله ممكن يكون مين؟ هل عمر جابر؟ هل وليد سليمان؟ طبعا بعض اللاعبين المتواجدين على دكه البدلاء. خلينا نتفق اتفاق ان عندنا محمد صلاح ممكن يلعب جنب، لو هنغير، لو يعني طريقه اللعب تتغير خلال سير المباراه. انت ممكن محمد صلاح ينزل يلعب جنب مروان. الاقرب في المواقف الهجوميه وليد سليمان ينزل. وليد سليمان طبعا وليد سليمان بيلعب في اكتر من مكان قدام. لكن احمد علي طبعا هيبقى ليه دور، وكوكا ليه دور، بس حسب المباراه، على حسب سير المباراه. لكن الاقرب دايما ان محمد صلاح ممكن يقرب لجوه، ويقدر اجيري يزود خط وسط، يقدر يزود وليد سليمان يلعب جناح، او يدخل صلاح جوه. لا، في كذا حل الاجيري يقدر يعمله، بس على حسب برضه المباراه. هل انت مع الاتجاه اللي بيتقال من بعض الخبراء الفنيين بخصوص وسط الملعب في منتخب مصر بالتحديد، ومدى امكانيه الدفع بطارق حامد وجنبه مثلا عبد الله السعيد، وتواجد عمرو وردة في الخط الامامي مع تريزيجيه وصلاح ومروان محسن؟ هل ده ممكن يكون اقتراح وارد بالنسبه لمنتخب مصر وتكون مفاجاه مش متوقعه؟ لا اعتقد، هو هيخشى ان 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 تبقى فيها مجازفه. ان الخط الوسط يضيع منه، وخصوصا ان انت عندك منتخبات قوي جدا، حتى في سيبك من الدور الاول، الدور الثاني والدور ال 8 و 16، لا هيبقوا هتلاقي منتخبات قويه جدا ان شاء الله لما تصعدهم يعني. لكن هو ممكن يكون خيار تكتيكي في مجريات المباريات بشكل عام، ممكن تلجا لهذا الخيار يعني. صحيح، خلال المباراه انت ممكن تغير براحتك، ودي ميزه منتخب مصر، انت عندك خيارات تكتيكيه كتير، او تقدر تغير خلال المباراه وتبدل اماكن اللعيبه. ده حقيقي، ده هيكون شيء اكيد مهم. صحيح. جدا. طيب، في المقابل ممكن المنتخبات العربية الأقوى بخلاف الجزائر والمغرب، هل منتخب مثلا تونس تتوقع أن هو يؤدي بطولة كويسة يوصل لنقطة بعيدة في البطولة؟ طبعا منتخب تونس يعني مرشح يوصل لدور الثمانية والأربعة كمان. بس اللي أنا أقصده أن الأسماء اللي موجودة لمنتخب الجزائر والمغرب أتقل بكتير. يعني احنا لو بنتكلم في الجزائر أسماء مرعبة، تمام، يعني جواه ابو نجاح وغيره وغيره ومحرز. لا، اسماء نجوم مرعبه بجد. والمغرب نفس الكلام، زياش لا، بس تونس فيها طبعا سياسي وكذا لعيب مهمين، بس مش علي معلول. ما لسه كنت اقول، لسه كنت اقول انا مستغرب جدا من موضوع استبعاد علي معلول. انت عندك احسن باك شمال في الكوره، يعني ليه؟
ظهير ايسر احسن ظهير ايسر في القاره. ليه استغنوا؟ ما فيهاش ملهاش مبرر او الانباء اللي تتوالى من تونس ان الخلاف مش فني، مش استبعاد فني خالص خالص. طيب في منتخبات بتشارك في البطوله لاول مره زي موريتانيا مثلا، بروندي، دي منتخبات بتشارك في البطوله لاول مره، هل تتوقع ان هم يقدروا يحققوا مفاجاه خلال البطوله مثلا ان هو يوصلوا برضو لادوار قريبه من الادوار النهائيه مثلا دور الثمانيه مثلا؟ الكره ما فيهاش مستحيل، بس في تاريخ، في امكانيات، انت بتتفرج على الفرقه دي قبل ما تلعب او خلال وتشوف ادائها قبل البطوله. لا هو بقى صعب قوي ان هي توصل لدور الثمانية، يعني ممكن نقول لو في أحسن توالد طبعا تصعد دور 16، لكن دور الثمانية يبقى صعب شوية، لأن الموضوع هيبقى الفرق التقيلة كلها بدأت تفهم طريقة اللعب، ترست أمورها بالبلدي كده، ترست أمورها وتحضر نفسها. لا أعتقد هيبقى موضوع صعب أوي توصل أكثر من دور الثمانية، يعني صعب يكون في مفاجأة أو ما يكونش حصان أسود مثلا موريتانيا أو بروندي. لا صعب أوي. طيب رسالتك للمشجعين المصريين والجمهور المصري اللي هيكون بيأزر المنتخب ان شاء الله منتخب القوه من خلال المدرجات، الرساله اللي انت حابب توجهها لهم ايه، وكمان مطلوب ايه من لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني في البطوله بشكل عام وبدايه اول مباراه بكره ان شاء الله؟ هو المنتخب بس اتمنى منهم التزام، ده الجماهير ولا اللاعبين؟ لا الجماهير الاول، الجماهير طبعا. لان هم هيبقوا صوره، يمثلوا صوره حضاريه لمصر ان شاء الله، وهم كمان هيبقوا السبب ان هيبقى في جماهير بعد كده في الدوري طبعا. يعني وان شاء الله يبقوا على حسن الظن. اما اللاعبين يعني يفرحوا ال 100 مليون ويشوفوا ان الناس ازاي عماله تتهافت على مواقع بيع التذاكر، والناس كلها بتسال ازاي عايزه تشتري تذاكر، وسواء مختلف الاعمار كبار وصغيرين وسيدات ورجاله، فياريت بس يفرحوا الشعب المصري، الناس بتبقى محتاجه فرحه في فتره. اهميه البطوله في التوقيت ده لمصر بشكل عام ايه من وجهه نظرك؟ لا طبعا اهميه كبيره جدا، انت داخل الفترة الجاية العالم كله بيتغير حوالينا، مصر محتاجة فرحة، محتاجة الشعب بالذات المصري بيعشق كرة القدم، فبالنسبة له الكرة تقريبا كل حياته، فأنت مجرد ما تحقق بطولة زي دي أنت فرحت الشعب المصري فترة طويلة جاية. فلا أتمنى جدا، أتمنى إن شاء الله هتفرق مع مصر. طبعا في كل حاجة، جميع الجوانب، خاصة وأنت رئيس الاتحاد الأفريقي يعني المستوى السياسي. بمعنى ايه؟ يعني انت رئيس الاتحاد الافريقي مستوى سياسي، ففكره ان انت بتثبت ان انت قادر على تنظيم جيد زائد ان انت تحقق البطوله بتفرق معنويا في حاجات كتير قوي. معنويا طبعا ان شاء الله. هل في نجوم في منتخبات اخرى تتوقع تألقهم ان شاء الله خلال البطوله؟ كتير قوي يعني، زي مين مثلا؟ منتخب صموان جيان وفكره ان هو يرجع بعد اعتزاله بامر رئاسي، عندك الاخوان ايوه، وعندك منتخب الجزائر لسه كنت اقول رياض محرز وبغداد بونجاح. لا ان شاء الله يعني في اسامي كويسه قوي نتفرج عليها ان شاء الله. استاذ شادي انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك طبعا. كان معنا استاذ شادي محمد الناقد الرياضي باخبار اليوم، ودي كانت حلقه النهارده من كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده يوم السبت ان شاء الله. الى اللقاء. جمهوركم معاكم. قناة الأهلي.